الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوج، معكم محمد الكبيسي وأسيل عماد. أهلا بكم إلى هذا الحصاد والذي نبدأه معكم بأهم ما فيه. الكتل السياسية تصوم عن الحوار، الإطار يتوقع حلا قبل العيد، والعراقيون يترقبون هلال انفراج الأزمة. أزمة وقود تخنق بغداد، الطوابير تمتد بالكيلومترات، ونار الاتهامات تستعر بين وزارة النفط والمحطات الأهلية. العراق في المرتبة الأولى عالميا باحتياطي الكبريت، وموازنة 2022 في طريقها إلى البرلمان. هربا من الجوع والعوز، مصدر العمال يحتضن الخريجين، وتغيير سعر الصرف يضاعف نسبة الفقر. العراق يحتاج إلى 10,000 مدرسة، تقارير دولية ومحلية تؤكد آلاف المدارس بلا معايير نظافة وسلامة. أهلا بكم، والبداية من آخر التطورات الدبلوماسية. إذا أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة التي عانت من الكثير، داعيا إلى تكثيف الحوار مع طهران بشأن القضايا الأمنية، والتي أوضح أنها ما تزال في إطار الأجهزة أو أجهزة الأمن بين البلدين. وأضاف حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران، أضاف أن الجانبين ناقشا العلاقات الإقليمية والحوار الإيراني السعودي المزمع إجراء جولته الخامسة في بغداد. بدوره رحب عبد اللهيان بالجهود العراقية لاستئناف المحادثات مع السعودية في بغداد، معربا عن أمله بأن تكون المنطقة أكثر أمنا واستقرارا. إلى ذلك استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر السفير الكندي لدى العراق جريجوري غاليجين لبحث عدد من الملفات. وبحث الشيخ الخنجر مع السفير الكندي آخر تطورات الوضع السياسي، وأكد الطرفان أهمية إعادة العراق لمكانته الإقليمية والعالمية ليكون إحدى الركائز المهمة في الاستقرار. وشدد الشيخ الخنجر على ضرورة التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل الاستثمار في مجال الإعمار للنهوض بالمناطق المدمرة على وجه الخصوص والعراق عموما. هذا وأجمعت قوى الإطار التنسيقي على قرب حدوث انفراجة سياسية مع نهاية شهر رمضان، رغم عدم وجود أي تغييرات ملموسة على المشهد السياسي العام، فيما استبعدت قضية حل البرلمان لصعوبتها وعدم إمكانية التلاعب بما ضمنه الدستور. ورأت قوى الإطار التنسيقي أن الانسداد السياسي الحالي أتى لسببين: الأول التدخلات الخارجية، والثاني عدم تنازل قوى معينة عن صغائر الأمور لحل القضية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات تجري وفق مبدأ انطلق به الإطار، وهو الانفتاح على باقي الكتل وبدعوتهم إلى طاولة حوار موحدة لمناقشة الأزمة بجدية. في سياق متصل، بحث نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم مجمل تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحة العراقية وعمل مجلس النواب في هذه المرحلة، فضلا عن مناقشة مساعي أطراف العملية السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الانسداد. وأكد الجانبان أن عدم تشكيل الحكومة الجديدة لإدارة البلاد أثر سلبا على واقع الأوضاع، وهناك جملة من المشكلات أبرزها عدم وجود الموازنة الاتحادية وغلاء الأسعار وقلة الخدمات، فيما أشار لأن الفرصة ما زالت قائمة للشروع بالتفاهمات والحوارات بين القوى الوطنية والشركاء في العملية السياسية والمضي من أجل حل الخلافات، لا سيما أن أمام الجميع استحقاقات وتوقيتات دستورية.
نصف عام انقضى من عمر الدورة النيابية بلا حكومة ولا حتى رئيس جديد للجمهورية، فالأشهر الستة التي مضت على الانتخابات لم تشهد خلالها العملية السياسية سوى الخلافات، فيما يمر شهر رمضان بلا حوارات بين الكتل بانتظار انقضاء المهلة الصدرية. سفرة إفطار رمضان لن تجمع فرقاء السياسة، صام البعض عن الكلام وغادروا طاولة المفاوضات إلى ما بعد شهر الصيام، وما بين الأغلبية والتوافقية ولا كل وجهه شطر بيته السياسي بحثا عن مخرج للأزمة. شكل الحكومة القادم على ما يبدو أنه اتفاق وليس حكومة توافقية فيها منهاج وبرنامج تتفق عليه القوى السياسية أو على الأقل الإطار والتيار كما هو استجد في الواقع الجديد، ولذلك أنا أرى أنه الحكومة المقبلة ستكون اتفاق ما بين الإطار والتيار والشركاء الآخرين. ستة أشهر مرت على انتخابات تشرين استنفدها خصماء السياسة في مفاوضات مرهقة أرهقت الوطن والمواطن، يعتقد متابعون أن العقدة ما تزال صعبة وكبيرة والهوة أكبر من أن تحل بمبادرات أو حوارات. إن الإطار لن يستطيع أن يمرر حكومة بدون التيار، القضية قضية متلازمة، يعني الواحد مكمل الآخر. رغم تقديم الصدر للإطار التنسيقي منحة لحلحلة الأزمة الراهنة، فإن الأخير لم ينجح إلى الآن في استمالة القوى السياسية الرئيسية من الكرد والسنة الحليفة للكتلة الصدرية، ليبقى منصبا رئيسي الجمهورية والحكومة مرهونين بنهاية مهلة الصدر. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. إذا مشاهدين لتفصيلات أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. أهلا بك دكتور عدنان. إذن إلى أين وصلت التفاهمات ما بين القوى السياسية وعلى ماذا استندت قوى الإطار التي أكدت بقرب حدوث انفراجة سياسية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا. ورمضان مبارك عليكم وعلى كل المسلمين. أنا أتصور اليوم العملية التي تجري في الساحة السياسية تجري بمسارين، المسار الأول يتعلق بالنشاطات السياسية التي تجري ضمن مبادرة الإطار وأيضا مبادرة السيد الحكيم وإعلان السيد الحكيم، وهناك تحركات لجمع القوى الكردية بعضها بالبعض الآخر. المسار الثاني يتعلق في طبيعة المفاوضات أو الحوارات التي يمكن أن تجرى بين التيار والإطار. إذا تكلمنا عن المسار الثاني، المسار الثاني متوقف لحد هذه الدقيقة، التيار لن يعطي إجابات على دعوات التيار للجلوس في طاولة حوارات أو نقاشات، لكن هناك محاولات لبعض قوى الإطار للتحرك على السيد الصدر من أجل حلحلة المواقف، ويقال بأن هناك إشارات إيجابية لبدء مثل هكذا لقاءات جانبية من أجل كسر الحاجز الذي يمكن أن يصور بين التيار والإطار بأنه حاجز لا يمكن اجتيازه. طيب ما إمكانية التوصل إلى تفاهمات بالتأكيد بين الإطار والتيار على الرغم من تأكيدات للمواقف من قبل السيد الصدر بأنه لا توافق مع الإطار؟ يعني من الممكن أن يذهب إلى المعارضة ولا يتوافق؟ في تقديري السيد الصدر والتيار الصدر لا يمكن أن يذهب إلى المعارضة، ليس لي أمر يتعلق بأصل التيار، إنما يتعلق بأصل العملية السياسية وطبيعة وإفرازات نتائج الانتخابات. اليوم التيار لا يمكن أن يكون بعيد عن المشهد السياسي ولا يمكن أن يكون بعيدا عن تشكيل الحكومة القادمة، وفي حالة أن يكون بعيد عن تشكيل الحكومة القادمة فبالتأكيد ستكون هذه الحكومة غير قادرة على المضي قدما، لأنها ستفقد الأكثرية النيابية لدعمها داخل مجلس النواب أو في قراراتها المقبلية. لذلك أنا أتصور العملية تجري بأمر لا بد منه ولكنه غير ممكن في الوقت الحاضر، وهو اللقاء بين التيار والإطار، وهذا ما تسعى به القوى السياسية. المطلوب الآن من القوى الأخرى السنية والكردية أن تعمل باتجاهات الوصول إلى الحل الوسط، الحل الوسط الذي يفضي إلى مثل هكذا لقاءات دون أن تكون هناك أغلبية سياسية ولا توافقية، إنما يجدون في النوع آخر من الأغلبية الموسعة، الأغلبية. طيب الإطار إذا ينوي الإجراء حوار أو تفاهمات مع التيار على الرغم من أن البيان للإطار
أو المواقف المعلنة بأنهم غير معنيين بالمدد التي ربما يعني أعطيت من أجل التوصل إلى حل؟ يعني كيف من الممكن، هل المعني بهذه المدة هي مدة السيد الصدر للإطار وإجراء ربما حوارات وتفاهمات مع القوى الأخرى؟ نعم، هذا كلام سليم. اليوم الإطار غير معني بأي مدة بأي مدة زمنية يعني يريد أن يفرضها الإطار أو التيار أو جهة أخرى، وغير معني بالتواقيت التي تعطي، أما هو معني بالمواقيت الدستورية القانونية. هو مع ذلك يقول بأن الحوار مع التيار أمر لا بد منه، لا يمكن تشكيل حكومة دون تيار، لا بد أن تشكل الكتلة الأكبر شيعيا حتى أو الأكثر عددا عفوا شيعيا حتى يمكن تشكيل الحكومة بالتوافق مع القوى والمكونات الأخرى، هذا ممكن. لكن مسألة فرض الشروط قبل أي بدء حوارات بالتأكيد هذا لا ينجح الحوارات، هكذا يرى الإطار. أما بالنسبة للتيار فهو لن يعطي المدة طيب الكافية. دكتور، على ما يبدو بأن الأزمة مستمرة والانسداد السياسي على ما هو عليه، نعم، بهذه الحالة هل من صلاحيات المحكمة الاتحادية ربما لحل هذه الأزمة والاجتهاد؟ الصوت راح، إذا تسمعني دكتور. قطع الصوت دكتور، الصوت واضح بالنسبة لحضرتك؟ نعم، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، شكرا جزيلا لك دكتور. الأخبار مستمرة. شهدت مناطق عدة من العاصمة بغداد احتجاجات بالقرب من محطات تزويد الوقود لعدم توفر المشتقات النفطية فيها. هذا وأكد عدد من المحتجين أن مناطق حزام بغداد تخلو محطاتها من الوقود تماما منذ يومين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري وحل الأزمة. ولا محطة بها، هسه احكي لك شبه حزام بغداد كل الدوار التاجي الشعلة كله ما، واللي يقول لك اكو جيبه خل هو يجي وياه. الناشد الشرفاء بالدولة هاي ظلتنا بالشارع، سياراتنا مخلصة بنزين، وين نروح؟ نريد نوصل لها لنا مدى نقدر يقبلها على نفس الوزير يفتح علينا هيك عمال تشتغل احنا سواق تاكسي. من جانبها وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية إنذارا لأصحاب المحطات الأهلية المشيدة لاستئناف أعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية، كما أكدت الشركة أنها لن تتعامل مع رابطة المحطات الأهلية مجددا لغياب صفتها القانونية وستتعامل مع الوكلاء كلا على حدة، في حين بيّنت أنها ستعمل على رفع دعوى قضائية ضد المتلكئين. وأوضحت الشركة أنها ماضية بإجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام، ولن تتراجع عن خطواتها الإجرائية، مبينة أن الإجراء المتخذ من قبل رابطة المحطات الأهلية مستنكر ومستهجن ويضيف عبئا على المواطن وحقوقه اليومية. وفي الوقت ذاته تتعهد الشركة بتشغيل محطاتها الحكومية 24 ساعة، كما ستعمل على تفعيل المحطات المتنقلة على الطريق الخارجي. هذا وأوضح أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية أن وزارة النفط تزودهم بنوعية رديئة من البنزين فضلا عن تحميلهم نقصا يصل إلى 1000 لتر عن الشاحنة الواحدة. بنزين نوعيته رديئة، رديئة تيجي تحملني النقص 1000 لتر بالسيارة الوحدة، 1000 لتر بالسيارة الوحدة. وزارة النفط تريد تحمل المحطات الأهلية هذا النقص، ما نقدر نشتغل إحنا هيك ويا الناس الغير مهنيين في وزارة النفط المتسلطين اللي يريدون يصعدون على اكتاف هاي الناس المساكين. ما عندنا منتوج، ما عندنا منتوج، على شنو ما نجيب لكم منتوج؟ ورعوا سياراتكم ورحموا لوالديكم، ما عندنا منتوج، ماكو منتوج، ماكو منتوج اخوي. الدولة
الدولة. توكلوا بالله، توكلوا بالله. ووسط أزمات الوقود والطاقة التي تعصف بالبلاد، أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن العراق الأول عالميا في احتياطي الكبريت، بما أشارت إلى أن احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق يبلغ أكثر من 400 مليون طن. هذا وذكر المركز الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن في بيان أن الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة للوزارة تدرس تأهيل خط إنتاج الكبريت المصفى، موضحا أن التكلفة باهظة لتنفيذ عملية التأهيل ومعاودة الإنتاج، لافتة إلى أن الشركة عملت على المراحل الأولى لتأهيل المشروع من خلال التخصيصات الممنوحة على الخطة الاستثمارية، مبينة أنها تحتاج إلى استحصال موافقات الحكومة المركزية لعرض المشروع كفرصة استثمارية أمام المستثمرين. في إقليم كردستان، خطوة مهمة نحو الحل توصلت لها اجتماعات حكومة الإقليم مع وزارة النفط فيما يخص تصدير نفط الإقليم، تتمثل بتأسيس شركة نفطية جديدة في أربيل لإدارة مجمل النشاط النفطي وفق صلاحيات تعدها شركة النفط الوطنية للخروج من الخلاف القانوني بعد قرار المحكمة الاتحادية. بعد خلافات مالية ونفطية حادة بين بغداد وأربيل تتعلق باستخراج وتصدير النفط والغاز من الإقليم، دعت وزارة النفط الاتحادية إلى تأسيس شركة نفطية جديدة يكون مقرها في أربيل، تخول بإدارة مجمل النشاط النفطي وفق صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية. لم يصدر وفقا للدستور قانون اتحادي للنفط والغاز يشمل المركز والإقليم لحد الآن بسبب خلافات في البرلمان، لذلك أن قانون النفط والغاز يستند إلى مواد في الدستور أتاحت للإقليم أن يصدر قانونه الخاص. وفي ختام جولة من المباحثات الأولى، طالبت وزارة النفط مسؤولين كردان بفتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام يستخدم لتدبير مدفوعات الإقليم في حال تأخر إرسالها من وزارة المالية الاتحادية، فضلا عن مراجعة جميع العقود التي أبرمتها أربيل مع الدول والشركات النفطية. هناك خلافات سياسية بما يتعلق بملف الطاقة بين أربيل وبغداد، لذلك هذه الخلافات حلت في المراحل السابقة بحلول ترقيعية، يجب أن نذهب إلى حلول جذرية. هذه الحلول لا تأتي دون أن يكون هناك غطاء سياسي أيضا وتوافق وتفاهم سياسي بين جميع القوى السياسية المختلفة، لذلك ندعو مجلس النواب العراقي أن تشرع، أن تذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن حقوق جميع المواطنين سواء كانوا في كردستان أو المحافظات العراقية الأخرى الغير منتظمة بإقليم. وأعطى قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم سلطة لوزارة النفط في إدارة ملفه بالكامل، فيما كشفت حكومة الإقليم عن توزيع إيراداتها المالية الخاصة بتصدير النفط، حيث تذهب نسبة 43% لصالح الشركات الأجنبية و9% تصرف إلى عمليات النقل عبر أنبوب النفطي إلى ميناء جيهان التركي. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. إذن الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد صفوان قصي. مرحبا بك سيد صفوان، ما هو نطاق عمل شركة النفط الجديدة المنشأ بين إقليم كردستان والحكومة العراقية في بغداد؟ هل يقتصر على الإقليم فقط أم يدخل ضمنه المناطق المتنازع عليها؟ طبعا من الواضح أن الحكومة العراقية تحاول مع حكومة الإقليم وضع إطار مبدئي للاتفاق على مستوى تقاسم الثروة وإدارتها، وأن تكون يعني الشركة المزمع إنشائها هي النافذة لإدارة الثروة داخل حدود الإقليم، ويمكن من خلال هذه الشركة أن يتم الإفصاح بشكل شفاف عن الجهات التي يتم تصدير النفط إليها وقيمة المبيعات النفط في داخل حدود الإقليم،
أيضا من الممكن مراجعة العقود التي أبرمت سابقا مع شركات الاستثمارية من قبل وزارة النفط الاتحادية. فعمليا إذا ما تم مصادقة هذه العقود واعتبار ديون الشركات الاستثمارية هي ديون سيادية مقابل أن يتم تسليم النفط المنتج داخل حدود الإقليم إلى هذه الشركة، يعني كذراع لشركة سومو داخل حدود الإقليم، ويتم إدارتها بإشراف ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الاتحادي، وبذلك يمكن أن تؤسس هذه الشركة لمرحلة قرار قانون النفط والغاز. طيب يعني هل عملية الإشراف تكون لدى بغداد فقط وإدارة هذا المشروع هي بأيادي كردية يعني بعيدا عن تدخل بغداد؟ يعني هذا ما فهمته من كلامك. لا هي الحقيقة يعني عملية دستوريا ثروة النفط هي ملك الشعب، لكن إدارة الثروة تكون من خلال المناطق التي ينتج منها هذا النفط وبقية الثروات المعدنية. فلا بأس أن تكون إدارة الثروة بيد الإقليم مع إمكانية مراجعة هذه الشركة من خلال ديوان الرقابة المالية، وأن تكون الاستثمارات القادمة هي استثمارات اتحادية، وأن يكون هناك مبيعات للنفط من داخل حدود الإقليم بإشراف هذه الشركة من أجل أن نعلم أين تذهب نفوط الإقليم، وأن تكون الإيرادات ضمن إيرادات هذه الشركة، ويتم تسويتها ماليا مع وزارة المالية. حاليا يعني المفاوضات تجري على اعتبار أن هناك ضمانات ستعطى من قبل وزارة النفط إلى هذه الشركة، ويكون هناك إمكانية لتسييل هذه الضمانات في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد مستحقاتها المصادق عليها في الموازنة الاتحادية. فالتسوية مالية وإدارة الثروة تكون من قبل الإقليم، ويكون هناك نظام انسيابي لعملية تسليم النفط مقابل الضمانات طيب. المالية وإدارة الثروة تكون ضمن حدود الإقليم. هل تأسيس هذه الشركة سيد صفوان يعني يأتي استجابة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بموضوع النفط والغاز في إقليم كردستان، يعني عدم قانونيته كما قال قرار المحكمة الاتحادية؟ الحقيقة المحكمة الاتحادية ذهبت باتجاه الحفاظ على الدستور. الدستور يقول أن الثروة هي ثروة الشعب، وأن شركة سومو هي التي تقوم بعملية جباية الإيرادات النفطية. الإقليم يذعن إلى هذا الموضوع يعني، لكن المشكلة في أن الاستثمارات التي يعني أبرمت سابقا هي ديون على الإقليم، فلو تم نقل هذه الديون لصالح استثمارات وزارة النفط الاتحادية ويضمن الإقليم انسيابية التمويل للتخصيصات المالية، بالتأكيد سيكون هناك حال يرضي الطرفان، التمويل وإدارة الثروة بانسيابية من قبل الشركة الجديدة، لكن الإيرادات يفترض أن تكون اتحادية. التسوية المالية بين ما يباع من خلال هذه الشركة وبين مستحقات الإقليم في الموازنة، والفرق يتم دفعه من قبل وزارة المالية. في حالة عدم قيام وزارة المالية بتمويل التخصيصات يمكن تسييل الضمانات. طبعا كل هذا الموضوع يفترض أن يشرع بقانون، يعني هذا الاتفاق المبدئي يفترض أن يكون نافذة لتشريع قانون النفط والغاز، لأن بقية المحافظات يمكن أن تدار بنفس الأسلوب، وبذلك نشجع اللامركزية ولكن بسلطة مركزية. طيب سيد صفوان، يعني في موضوع آخر يتعلق بموازنة البلاد، يعني سندخل بمنتصف هذه السنة والعراق دون موازنة، برأيك هذا التأخير كيف يمكن أن يؤثر على اقتصاد البلد، وهل العمر المتبقي من الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال يسمح لها بالموافقة على مشروع القانون الذي ينوي البرلمان إرساله إليها؟ طبعا حاليا البرلمان واللجنة المالية تحاول تمرير قانون الأمن الغذائي الطارئ، ويمكن أن تضاف إليه بعض الفقرات يتم تحديثه وفق احتياجات الحكومة بدعم ما لا يقل عن 25 تريليون
في نفس الوقت نعتقد بأن تمرير قانون الموازنة موازنة 2022 من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى البرلمان ودراسته من قبل البرلمان في الفترة الحالية وإمكانية تشريعه على اعتبار أن قانون الموازنة هو قانون سنوي، يعني ليس قانون دائمي من أجل أن يدعي البعض بأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تطرح قوانين جديدة. هذا القانون هو لتسيير أعمال الدولة خلال فترة سنة مالية. في حالة وجود حكومة جديدة، برنامج اقتصادي جديد للحكومة الجديدة، من الممكن العودة على موازنة 2022 وتحديثها وإلغاء أو إضافة بعض الفقرات ومناقلتها أمام البرلمان العراقي، وبذلك نضمن الاستقرار المالي. عدم وجود موازنة وعدم تشريع هذا القانون الأمن الغذائي الطارئ من الممكن أن يساهم في زيادة مستوى الفقر والبطالة والحركة الاقتصادية حاليا. طيب، وفي نفس هذا الموضوع سيد صفوان، هناك ضخ للأموال الحكومية، يعني من المفترض أن تكون الدولة قد أعدت الخطة وخاصة الأمن الغذائي وغيره، من المفترض أن يرفع من المستوى المعيشي للفرد، لكننا نجد أن النسبة قد نسبة الفقر قد ارتفعت بشكل كبير خاصة بسبب عدم يعني تثبيت سعر الصرف على سعره السابق. هل سنشهد في المستقبل يعني تغييرا لسعر الصرف خلال الموازنة هذه أو الموازنة المقبلة؟ يعني حاليا الحكومة تمتلك قدرة على الإنفاق ما لا يقل عن 5 مليارات و 500 مليون دولار، في حين أن إيرادات العراق الشهرية هي أعلى من معدل 8.5 مليار دولار شهريا. فهناك إمكانية لزيادة مستوى الإنفاق الحكومي سواء التشغيلي أو الاستثماري من خلال هذا القانون الجديد أو من خلال تشريع موازنة 2022، تقليل آثار الإضرار يعني تغيير سعر الصرف. الحكومة عندما غيرت سعر الصرف كانت تأمل في تغطية العجز والاستدامة المالية للرواتب، وهذا تحقق. لكن ارتفاع أسعار النفط من الممكن أن يساهم هذا الارتفاع في البحث في آلية لتقليل الضرر، يعني إعادة النظر برواتب الرعاية الاجتماعية، توسيع دائرة المشمولين بها، زيادة مفردات البطاقة التموينية، السلة الغذائية، دعم المشاريع التنموية الاستثمارية الحقيقية، خلق فرص عمل دائمية. كل هذه تحتاج إلى أموال إضافية. 3 مليار دولار إذا ما أديرت بشكل عقلاني إضافي من الممكن أن تساهم في تقليل الضرر، لكن البنك المركزي لغاية الآن لم يصرح باتجاه إعادة النظر في سعر الصرف. سعر الصرف ثابت، لكن آثار سعر الصرف من الممكن أن تراجع. السيد صفوان قصي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. وفي السياق الاقتصادي أيضا، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن مجلس النواب سيمنح الحكومة في جلسته المقبلة صلاحية رفع موازنة 2022، معلنا في الوقت ذاته بدء أعمال اللجنة القانونية النيابية رسميا اليوم وبعد اكتمال نصابها القانوني. وقال الزاملي خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأول للجنة القانونية إن اللجنة واحدة من أهم لجان المجلس باعتبارها مصنع تشريع وإنضاج للقوانين ومصدر الآراء القانونية، ولهذا حرصت اللجنة على تفعيلها بعد اللجنة المالية التي كلفت بمتابعة تسلم مسودة قانون الموازنة من الحكومة التي سيمنحها مجلس النواب في جلسته المقبلة لصلاحية رفع الموازنة. هذا وجدد البنك المركزي العراقي تأكيده عدم وجود ما يسمى الدولار الليبي داخل البلاد، لافتا إلى أن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن لا يتعدى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزيفة. وذكر البنك في بيان له أن البنك يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتداول مثل هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، موضحا أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال كافة.
لا يتوقف خط الفقر عن تصاعده ليضع تحت سقفه الثقيل مزيدا من العائلات، تصاعد أسهم في تغذيته تغير سعر الصرف الذي تسبب بغلاء الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن وتقليل قيمة وارداتهم ومدخراتهم، مع إصرار المالية على إبقاء الوضع على ما هو عليه. على عكس الإحصاءات التي تشير لها وزارة التخطيط أن نسبة الفقر في العراق رسمياً 25%، بينما الواقع يفوق تلك النسبة بالضعف. أسباب عديدة جعلت نسبة الفقر بالبلاد تزداد بهذا الشكل الملحوظ، أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من دون دراسة اقتصادية صحيحة بحسب مختصين. كل التقارير تشير إلى أنه أكو محافظات يوصل بها خط الفقر إلى 49%، مثلا محافظة المثنى، محافظة الديوانية اللي هي أكبر محافظة زراعية والآن أصبحت كلها بطالة بدون عمل بسبب إجراء، بشكل عام أصبحت معطلة تماما في الوقت اللي كانت هي تكفي العراق بمواردها الزراعية. بالحديث عن بقاء سعر الصرف مرتفعا بهذه النسبة، العراق لديه التزام دولي بتوقيعه على الورقة البيضاء التي حددت التزامه بتسعيرته الأخيرة للدينار أمام الدولار، وبذلك فإن الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن في تدنٍ، وأن نسبة الفقر ستتخطى 50%، لا سيما المحافظات الجنوبية التي تعيش واقعا بعيدا عن ما تنتجه للبلد من ثروات. طبعا ارتفاع سعر صرف الدولار ادى الى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن العراقي بنسبه 30%، وادى الى ارتفاع الاسعار، ارتفاع مستويات التضخم باكثر من 35%، ارتفاع معدل الفقر 27%. كل هذه اثار سيئه، وحتى قلل الاستثمار بالنسبه للمستثمرين العراقيين على اعتبار ارتفاع معظم اسعار السلع التي يستوردونها من اجل العمل في داخل العراق. بالتالي هناك اثار وتداعيات كبيرة لرفع سعر صرف الدولار كان أثره على المواطن البسيط. وتضاعف معدل الفقر في العراق خلال العامين السابق والحالي، حيث بات نحو 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليونا فقراء وفق البنك الدولي. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. كشف تقرير أعدته منظمات دولية ومحلية معنية بالقطاع التربوي في العراق أن البنية التحتية المدمرة والاستثمار المحدود في البلد كان لهما تأثير ضار، إذ يحتاج العراق إلى 10,000 مبنى مدرسي جديد لإعادة الأطفال إلى تعليم آمن وعالي الجودة. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لدعم التعليم، وجد التقرير أن هناك حاجة إلى موارد واستثمارات إضافية للتطوير المهني للمعلمين، كما تحتاج المدارس إلى الدعم لإدارة التدريب، حيث لم يكن لدى المعلمين في أكثر من 60% من المدارس في الأنبار ودهوك وكركوك دورات كافية لتساعدهم في تخطيط الدروس والتربية، كما تراجعت عملية توظيف المعلمين. تحتل ديالى المرتبة الثالثة على مستوى العراق بنسبة البطالة ونسبة الفقر، إذ تتجاوز 200,000 عاطل عن العمل بنسبة بلغت 14% من سكان المحافظة، وما زالت الأعداد بالزيادة مع استمرار الجامعات والمعاهد بتخريج الطلبة دون وضع حلول لتعيينهم. أكثر من 200,000 عاطل عن العمل في ديالى من مجموع 1,600,000 نسمة، أي بنسبة تتجاوز 14% من سكان المحافظة، 70,000 منهم مشمولون بالرعاية الاجتماعية والبقية ينتظرون تخصيصات لأكثر من 10 سنوات. بالنسبة تحتل محافظة ديالى المرتبة الثالثة بنسبة الفقر في العراق، اللي يعني أكثر من 200,000 عاطل أو أسر معدومة الدخل.
أكثر العوائل تراجعنا لغرض الشمول بإعانات الحماية الاجتماعية، ولقلة التخصيصات المالية ما أقدر نشملهم. جيوش من الخريجين تتظاهر وتنصب الخيام للمطالبة بفرصة عمل أو تعيين، وأخرى تصطف كل يوم منذ طلوع الفجر فيما يعرف بالمسطرة. أحدهم أبو علي الخريج منذ 8 سنوات ولغاية الآن لم يشمل بتعيين حكومي أو في قطاع خاصة. بدي أطلع للمسطرة وما ألقى شغل، بدي أروح حتى إذا ما تتعمل بغداد أروح وما ألقى شغل، وعندي 4 أيتام وحارب زماني، وين يروح وين يلقى؟ لا مسؤولي جيش عفنا لا شيء لا هاي. وهسه العالم جاي تطلع من الصبح من الساعة 5 تقول يا الله للساعة 12، والله يؤذن الظهر، يعني يؤذن الفجر هو على الشارع، يؤذن الظهر هو على الشارع، ويرجع كل شيء ماكو بس رحمة الله. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الخريجين العاطلين عن العمل بزيادة أعدادهم سنويا، تعاني ديالة من فقدان أصحاب العمل لأعمالهم بسبب ظروف خاصة بها، لعل أبرزها الجفاف الذي قضى على فرص عمل في القطاع الزراعي. هذا وتحتل ديالة المرتبة 3 على مستوى العراق ليس بالإعمار والأمن والاستقرار، بل بجيوش العاطلين عن العمل والفقر والحرمان. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. كشف تقرير لصحيفة الغارديون البريطانية عن سقوط شهداء مدنيين بعد أن قصفت طائرتان أستراليتين الموصل في حزيران عام 2017. ولفت التقرير إلى أن رئيس العمليات المشتركة ميل هوبفيلد قال إن الضربات الجوية نفذت استجابة لطلب من القوات العراقية، موضحا أن التحالف لم يعلم إلا بعد مرور 7 شهور بتقارير تتحدث عن أن الضربات أدت إلى استشهاد مدنيين، مبينا أن التأخير حال دون تحقق الجيش الأسترالي من معرفة عدد الشهداء، فضلا عما إذا كانوا قد سقطوا نتيجة الغارة الجوية التي نفذتها أستراليا أو من أطراف أخرى. نبقى في الشأن الأمني، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية المطرقة الحديدية لملاحقة فلول داعش بمحيط محافظة كركوك وجبال حمرين. وذكرت الخلية في بيان لها أن العملية ستكون بإشراف قيادة العمليات المشتركة ومشاركة قطاعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش. ولفتت إلى أن العملية ستتضمن تفتيش وادي الشاي ووادي ويكتون والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين بهدف تطهير الأراضي وتجفيف منابع الإرهاب. يأتي ذلك في وقت بحثت وزارة الدفاع العراقية تنسيق العمل المشترك مع حلف الناتو في زيارة هي الأولى من نوعها لمركز تدريب القوة المشتركة للحلف منذ تأسيسه قبل 18 عاما في بولندا. وذكرت الوزارة في بيان أن وفدا عسكريا رفيع المستوى من وزارة الدفاع العراقية زار مركز تدريب القوة المشتركة لحلف الناتو في بولندا، ضم أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش وعددا من ممثلي دوائر وزارة الدفاع ومكتب الأمين العام، مبينة أن الوفد ناقش جميع المواضيع الخاصة حول إرسال مستشاري البعثة لكافة مفاصل الوزارة من خلال العروض التي جرى تقديمها من قبل أعضاء الوفد. Thank you.
بعد غلاء المعيشة وضمن مبادراتها الإنسانية لتخفيف العبء عن كاهل الفقراء، باشرت وزارة التجارة ضمن خطتها لشهر رمضان بشمول أكثر من 3000 عائلة متعففة بسلات غذائية بدأت بمخيمات النزوح وحطت الرحالة عند عائلات المغيبين في منطقة السجر قرب مدينة الفلوجة. خطوة رحبت بها العائلات التي تعاني مأساة إنسانية صعبة، مؤكدة أنها في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل هذه الطبقة المعدمة، في وقت أكدت فيه الوزارة استمرارها بدعم العائلات الفقيرة والمتعففة طيلة أيام شهر رمضان المبارك من خلال توزيع السلات الغذائية وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة. بادرت وزارة التجارة بتوزيع سلات غذائية كمساعدات إنسانية للعوائل النازعة والعوائل المتعففة في مناطق متعددة من أطراف بغداد ومخيمات النازحين. تقريبا وزعنا هذه الوجبة الخامسة ما أكثر من 3000 سلة غذائية. نشكر وزارة التجارة على شيء هذا القدمة، إنه مو شوية جايبها تريلا لنا، وهاي كلها يعني كبار صغار كلها محتاجة العوائل، ومنطقة هاي منكوبة كلها اللي مفقودين واللي شهداء. لا طعم لرمضان من دون أولادنا، هذا ما تحدثت به عائلات المغيبين لقناة الفلوجة، فهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة على أمل مجهول للقيا فلذات الأكباد من جديد بعد أكثر من 6 سنوات من الفراق. يا ربي والله لبسنا نار الولد نار على نار بعد عديد. شو تناجلين عمو؟ أريد أبويا أطلع كل شيء ماضي، شو أبويا؟ خلال عمامي عمدة جدي لاعب، كلهم لاعب تظلم تسعزل من بيت واحد. أطفال بعمر الزهور أكبر أحلامهم أن يروا آباءهم، أطفال المغيبين في الأنبار يستصرخون ضمائر المسؤولين، لعل بعد هذه الصرخات فرجا قريبا. رمضان علينا مثل ما دافن لك ميت، كل رمضان ندعي الله، هذا ندعي يا رب جيب ولادنا يا رب جيب زلمنا. 6 رمضانات انت فقتهم على الفطر، فقتهم على المشي، حتى لكل لو تدنينا نشوفهم زلمنا ماكو ويانا، بس احنا نساوي. شهر رمضان السادس والحال المزري لهذه النساء الثكلى يفوق كل وصف، اشتياق وآهات وأمل يتأرجح بأمل، فما صبابة مشتاق على أمل كصبابة مشتاق بلا أمل. ما خليت ديرة تحاتب علي، ما خليت لا بغداد لا الرمادي، أدوكم حاسبة ما ألقاه، يقولون موجودين وشو ما بينا، مريد الخيرين يوعدوننا بهم إن شاء الله، أبرياي وليدي راحم كل شي ما عندهم، جاه على هذا الصغير 98 والعلى حد 94 والآخر 91، أبرياي قصم قلب قصوان تمرضت وحميت من وراهم. تعيش هذه العائلات مأساة إنسانية منذ سنوات، مما دفع وزارة التجارة إلى تزويدهم بأكثر من 1000 سلة غذائية في شهر رمضان للتخفيف من معاناتهم. بدموع الأطفال وحسرات الأمهات، ما تزال هذه العائلات تنتظر في لذات أكبادهن منذ 7 سنوات، لعل خبرا سعيدا يأتيهم في قادم الأيام. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة. تتجه محافظة الأنبار صوب المشاريع العملاقة للنهوض بواقع المحافظة العمراني ليكون مشروع المدينة الجديدة واحدا من المشاريع التي ستسهم في حل كثير من المشكلات في المحافظة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. تشهد الأنبار تطورا عمرانيا لافتا، حيث تم تصديق مخطط مدينة الرماد السكنية الجديدة في منطقة 7 كيلو بمساحة تبلغ 24,000 دونم وتضم 25,000 وحدة سكنية، ليكون أول مشروع عملاق تشهده المحافظة. يعني الحقيقة بعد العودة عودة الناس إلى مساكنها بعد 2016
هو الزيادة الكبيرة جدا، زيادة سكانية، كان لزاما علينا كحكومة أن نجد منافذ جديدة لعملية توزيع الأراضي على مواطني القضاء. واحدة من المناطق اللي تم العمل عليها بشكل كبير جدا ومن ثم إمكانية أن تكون مدينة متطورة أو مدينة حديثة للرمادي هي مدينة الرمادي الجديدة في منطقة 7 كيلو على الخط الدولي السريع، واللي يبلغ مساحتها إجمالية 24,000 دونم. تم مصادقة التصميم القطاعي لها قبل أيام من قبل معالي وزيرة البلديات والأشغال العامة، وتمت المباشرة بعملية فرز الأراضي والبالغ عددها كمرحلة أولى 25,000 قطعة سكنية راح توزع على مختلف أبناء المدينة. المدينة الجديدة ستسهم في فك الخناق الموجود داخل المدينة التي بدأت تكتظ بالسكان، حيث أنها ستوفر السكن لما يقارب من 162,000 مواطن. المساحة اللي راح تتوسع بها البلدية تستوعب ما لا يقل عن 150,000 نسمة كسكن بالمدينة الجديدة. أضافة إلى ذلك أنه التوسع هذا راح يشمل بناء دور ومنشآت، سيفتح فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل من مهندسين وفنيين وكوادر عمل أخرى. وعلاوة على فائدة المشروع سكنيا، فإنه يمكن أن يوفر فرص عمل لآلاف العاطلين ويقضي على البطالة المستشرية في الأنبار. وتعد الأنبار الأولى بين محافظات العراق بالتطور العمراني الذي نتج عن الاستقرار الأمني في المحافظة، مما شجع على التقدم والاستمرار في المشاريع الاستثمارية. من الرمادي إدريس يحيى، قناة الفلوجة. ختام هذا الحصار نذكركم بأهم ما فيه. الكتل السياسية تصوم عن الحوار، الإطار يتوقع حلا قبل العيد، والعراقيون يترقبون هلال انفراج الأزمة. أزمة وقود تخنق بغداد، الطوابير تمتد بالكيلومترات، ونار الاتهامات تستعر بين وزارة النفط والمحطات الأهلية. العراق في المرتبة الأولى عالميا باحتياطي الكبريت، وموازنة 2022 في طريقها إلى البرلمان. هربا من الجوع والعوز مصدر العمال يحتضن الخريجين، وتغيير سعر الصرف يضاعف نسبة الفقر. العراق يحتاج إلى 10,000 مدرسة، تقارير دولية ومحلية تؤكد آلاف المدارس بلا معايير نظافة وسلامة. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.